هناك الآن فضائيات باسم الشيعة ونحن نتبرأ منهم ومن أفعالهم ومن سبهم رموز إخواننا أهل السنة والجماعة، وهذا ما يحرمه المراجع، وخصوصا من الطعن بعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذه الفضائيات موجودة الآن على النايل سايت ولكن لا تسقطونها. هذه الفضائيات الفتنوية التي كل يوم تنشر الفتنة تبقى على النايل سايت، ولكن المنار والكوثر والكثير من الفضائيات والمسيرة لابد من أن ترحل على النايل سايت. هذا سؤال أنا أوجهه. لو أنكم عندكم غيرة على الصحابة وعلى رموز أهل السنة والجماعة وعلى عرض عائشة لفعلتم ما فعلتم، وهذه رسالة أنا أعتقد كافية وشافية.